نتحدث أكثر سالي عن التحركات في الأسواق العالمية، وتفصيلا للحديث أكثر عن هذه التحركات تنضم إلينا نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب. أهلا بك نادية. يعني كنا شاهدنا على مدار هذه الفترة التحركات على بعض الأصول، نتحدث بداية عن الذهب التي شاهدنا عليه بعض الارتداد لأن نزل نتداول فوق 1820 دولار للأونصة. برأيك هذه الارتدادة يمكن وصفها بأنها مؤقتة في الوقت الراهن في ظل ترقب أكبر للتشديد النقدي خلال الفترة المقبلة، وهذا ما تسعره الأسواق فعليا؟ مرحبا. بالفعل الذهب يرتد الآن إلى مستويات 1830، وذلك يعني مستوى دعم رئيسي ومهم جدا، وإذا تخطيناه فهذا يعني ممكن أو من المرجح أن نرى يرتفع أكثر إلى مستويات 1860 وبعد ذلك 1900. ولكن إذا يعني لم يكسر هذه المناطق المقاومة ويعني يرتد إلى الدعم اللي هو عند 1800 مجددا، أو حتى يكسر هذا الدعم الرئيسي أيضا إلى مستويات 1790، فنوعا ما سيكون في ضغط شديد على الملاذ الآمن. ولكن يعني عندما نشهد أن الدولار في قمة ارتفاعاته الآن، يعني ليس طبعا في ذروته التي شهدناها في عام 2022، ولكن يعتبر الدولار لسه في قوته بسبب تجديد السياسة النقدية وبسبب تصريحات باول في آخر تصريحاته أو في آخر اجتماعاته المرة الماضية. لذلك يعني يعتمد يعني أداء الذهب على مؤشر الدولار الأمريكي في الوقت الحالي. نادي، يعني اليوم الملفت كل ما يتعلق في البيانات الصادرة من الاقتصاد الصيني، وبالتالي سمعنا يوم أمس فيما يتعلق ببيانات نشاط المصانع اللي وصلت لأسرع وتيرة بالنسبة في نحو أكثر من 10 أعوام. برأيك إلى أي مدى انعكاسات هذه البيانات الإيجابية من الاقتصاد الصيني على أسواق النفط وأيضا حتى على تحركات الأسواق الأوروبية؟ شهدنا اليوم أمس ارتفاعات واضحة كردة فعل كانت على هذه البيانات. نعم بالفعل، منذ هذه يعني صدرت هذه البيانات ونوعا ما كان في إيجابية في الأسواق في أسواق أوروبا وأيضا في أسواق السلع من ضمنهم أسواق النفط. شهدنا النفط يرتفع خصوصا من مخزونات النفط الأمريكي التي جاءت أوطى من المتوقع عند 1.2 مليون برميل، يعني مقارنة بالسبعة مليون برميل التي شهدناها الشهر الماضي. لذلك دعمت مستويات النفط، وأيضا هذه البيانات الصينية التي شهدناها ترتفع عكست قوة انتعاش الصين في هذا الأمر، خصوصا بعد يعني السنة القمرية أو هذه العطلة التي شهدت انتعاشات. لذلك انعكست هذه البيانات في أسواق الأسهم أيضا الأوروبية والآسيوية، ولم تنعكس في يعني في الأسهم الأمريكية في جلسة أمس. يعني نادي، حتى على مستوى الآن البيانات، إن تحدثنا عن الاقتصاد الأمريكي في الوقت الراهن، لدينا كان بيانات نشاط التصنيع الذي جاء بانتعاش طفيف، نترقب كذلك الخدمي الذي تسعره الأسواق عن كثب بالنسبة لهذه البيانات، وتشير توقعات بأننا قد نشهد بعض التراجعات على مستوى هذه البيانات. برأيك لأي مدى هذه الأرقام قد تعطي الأسواق مزيد من الترقب للتشديد النقدي وربما نتجاوز مثل ما أشرنا مستويات 5% بالنسبة لمعدلات الفائدة التي ننتظرها منتصف 2023 برأيك؟ نعم، جولدمان ساكس اوريدي اشار ان ممكن ان نرى السقف النهائي لمعدلات اسعار الفائده ان يتخطى 5% وان حتى ان يصل الى 6%، فذلك يعني يثير قلق في اسواق الاسهم او الاقتصاد الامريكي وعلى مدار نموه. طبعا البيانات التصنيعيه جاءت نوعا ما ايجابيه، ولكن الخدمات نعم نتوقع ان تتراجع، وذلك يعني في اثر
سيكون لوتيرة أسعار الفائدة. يعني سنشوف أو سنرى تدريجيا بأن رفع أسعار الفائدة سينعكس على البيانات أو النمو الاقتصادي لأمريكا، لذلك نتوقع تراجع في يعني قطاع الخدمات، فسيكون يوما مهم جدا يعني بكرة في هذه التوقعات التي يعني ننتظرها. نادية البلاسي محللة الأسواق في إيكويتي جروب، شكرا جزيلا على كل هذه التفاصيل. شكرا فعلا.